مرحبا guys, new video with my lovely regular guest Fuad. Fuad is traveling soon. Let's ask him some question in Lebanese according to your suggestion on the Facebook page. Please follow me if you're not already on the Facebook page. Don't forget to subscribe. We have the Skype lessons with the lovely Reina, and we have the book volume 2 waiting for the volume book volume 1 waiting for the volume 2. So Fuad, كيفك؟ منيح. كيف انت؟ انا منيحة الحمد لله. مسقعة شوي. ايه سقعة. ايه حتى بالبيت في سقعة. ما عندكم شوفاج دفاية؟ ما معنا مصاري. معك مصاري واصلا ما في كهرباء 100%. لانه بس يكون في كهرباء بلبنان فينا نحط الموتور، فينا نحط الدفاية، بس يكون موتور ما فينا نحط. بس رح تفهموا هذا الشيء اذا جيتوا على لبنان. شوفوا هذا، محضر حالك على السفرة؟ يعني بعدنا اصلي كم شغلة. والله طب ليك انت لوين رايح؟ رايح على كذا بلد. كذا بلد؟ شو هن؟ تشيكيا، سلوفاكيا، وهنغاريا. يعني العاصمة تبع تشيكيا هي براغ، وعاصمة سلوفاكيا براتيسلافا، وعاصمة هنغاريا هي بودابست. بودابست. رايح على ثلاث بلدان. صح. وثلاثتهم بلدان كثير مسقعة 100%. وفي ثلج كثير كثير ثلج ان شاء الله. طيب ليك شو باخذ معك كرمال تدفى؟ اخذ معي شابو، برنايطة. اوكي. اخذ معي شيل، كاشني شيل. اخذ معي جاكيت، معطف. نو وير كيدينغ. جاكيت وبوتين للثلج. انه بوت. ايه بوت للثلج. طيب ليك وضبيت شنطتك او بعد بدك مساعده؟ لا تمام، كل شيء تمام. فيني ساعدك بشيء؟ معي مساعدتي. ولا شيء؟ ولا نكسي. قول لي يعني اذا بدك. طيب رح تقضي عيد الميلاد هون او هونيك؟ لا، عيد الميلاد رح يكون ببراغ. براغ. وراس السنه رح يكون ب بودابست. كم نهار رايح؟ 12 نهار. كم يعني براغ كم نهار و براغ 5 ايام. 5 ايام. براتسلافا يومين. يومين. وبودابست 4 ايام. سو اذا انتم من هول الثلاث بلدان بنقلكم هاي وهيك. طب ليك وراس السنه وين رح تقضيه؟ هلا قلت لي. طيب شو رح تعمل؟ يعني رح تروح على مطعم او رح تسهر بالساحه؟ ما مش عارفين حسب رفيقتي هبه كيف هي بدها تقرر لليله. لا انا عم بدي اروح، انا لانه رايحه مع فؤاد رح نروح نسهر بالساحه ببودابست 100%. منجيب بيره او منجيب حيلا شيء وبنشرب وبنعد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 هابي نيو يير. طيب ليك ويعني انا رح شوفك على السنة الجديدة اذا قررت بال 2017 يعني باي 2016 وهاي 2017. طيب هيك لنعمل شغلة انه انت 2016 وانا 2017. هاي باي. طيب ليك فؤاد طيب شو رح تعمل بهول البلدان يعني؟ سياحة؟ سياحة. شو بدك تشوف؟ بدي اشوف ال 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 مهندسة البلد. هندسة العمار. العمار، متاحف، الرسومات. شو رح تشوف؟ جعل بصوت اعلى. المتاحف، الرسومات، في كذا رسام من هول البلاد بحب شوفهم، شوف لوحاتهم لايف. مثلا بتشيكي في الفنان مين بتشيكي؟ لا ولا الرسام اللي رحنا هذيك السنة على المتحف. إيغان شيلي؟ إيغان شيلي هو تشيكي؟ لا، إيغان شيلي النمساوي لما رحنا على فيينا. مزبوط، نحن هذيك السنة رحنا على فيينا وشفنا إيغان شيلي. إيغان شيلي. طيب ليك والاكل؟ الاكل هني ببراغ. هني ببراغ مشهورين بعتقد اكثر شيء بالساسجز والبورك والخنزير يعني والبيكن. ف
فاي محمس كثير لذوق هدول نوعيه الاكل تبع اوكي بيبتاعي. لكن رح تاكل مقاني ورح تاكل الشوربه اللي بتجي بالخبزه 100%. بيكون في كمان بقلبها يمكن خنز شقف لحم خنزير في بصل مع بهارات معينه ورح تروح على السوق الميلادي اللي بيكون بالشارع صح. والدنيا كلها مزينه هي براغ مشهوره بهذا السوق الميلادي اللي بالشارع يعني. صح طيب حلو ايه فمنشوفك هونيك ايه انا اوكي واذا في حدا من متابعيني كمان هونيك وبده يلاقي لنا بليز احكوني اذا انتم بهالثلاث بلدان لانه انا رح اكون هونيك كمان بتوصيني بشي سالي انت لكن نروح تروح وترجع بالسنة ميرسي ميرسي بشوفكم سنة الجاي بال 2017 شكرا فؤاد ميرسي سكري الباب ورا guys if you didn't understand please of course the subtitles are down here